عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب، ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي، وكلام نبي فوزي ورشادي، وكلام نبي فوزي ورشادي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في قوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من هو الله؟ هو رب العالمين، مر معكم في الدرس الماضي طريق البيع الحلال والشراء، وقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال له: استعف عن الناس تكن أصون لديك أو أصون لدينك. اليوم المجتمع العام محبة الناس بعضهم لبعض، مين معه مصاري أكثر محبوب أكثر، لأنه ممكن إذا صاحبناه يعني يحن علينا شوية، يعطينا شوية لحتى نحسن نحن يعني فصار الحب حب المال، والفهم فهم المال. اللي ساندين الحيط أرموا لقدام أحتلكن. أنا بملك إني أنصح، وهي ما من عندي أنا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما واحد يبعد في مجلس العلم يقول له: أدنوا مني أدنوا مني أرد. أنا أردت أتحقق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أربو شو الغاية منه؟
عملت تجربة. أنا دائما بدرس شيخنا كنت بحود أقرب ما يكون، وعيني بعينه ما بترفع عيني عنه ليخلص الدرس. فجربت مرة قعدت بعيد عشان أسند ظهري لأني تعبان، طلعت من الدرس ما رفا ماشي. وفي مثل شعبي بيقول العين مغرفة الكلام. استعفف عن الناس، يكن أصون لدينك وأكرم لك عليهم. لما بتبعد عن دنيا الناس بتصير أنت المكرم عند الناس، ولما بتتعلق بدنيا الناس بصير مثلك مثل الناس. شو الفرق بيناتكم؟ قال هذا هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم بالرزق والسعي والانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله تعالى، لا القعود والتواكل والكسل. بدعوى التوكل والاعتماد على مفهوم أن الرزق مقسوم، كثير من الناس يدعون رزقكم في السماء وما توعدون، فمقسوم لك الرزق اللي انت بدك تعيش فيه، ادرسك ولام اكلاتك بيصيروا لعندك. هذا المفهوم متداول مع بعض الناس. وهذا مفهوم خاطئ، الله قال وامشوا معنى كلمة وامشوا يعني تمشي لتستعو لرزقك، أو كلمة وامشوا يعني بتروح تدور على هواك. في مناكبها، مناكب الدنيا مين بيعرف شو المناكب؟ الحداد منكب، والنجار والطيان والبلاط والدهان، كل هذه مناكب. اسعى في الطريق الذي تعتقد أنه موصل إليك. اسعى في الطريق التي تكون فيه سعادتك. لكن الأكل منين؟
من رزقك انت، من تعبك، من جهدك، وكلوا من رزقه. هو الرزاق ذو القوة المتين. هيك الصحابة رضوان الله عليهم فقهوا معاني الآيات. أنا بعرف عدد كبير من الشباب بالليل سهر بالنهار نوم، الله بيطعمينا. بيجينا واحد مليان نتعدى عليه نتلحق امواله، بيقدم يوم عزيمتنا عندك، وانت قالونا عنك انك كريم وبالطعم، بديوم غدانا عندك. انا اجاني ناس على المستوى، تحملتهم اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، شو؟ قالوا جاي نتغدى عندك. وين غداك؟ هون. يومين انتو ضيوفي، اليوم الثالث جيبوا لي اكل لي، جيبوا اكل يكفيني انا وضيوفي. قاموا راحوا ليجيبوا اكل، ما عاد رجعوا. في ناس بتعدوا تعدي، سهر اليوم على حساب فلان، سهرة كل يوم. واحد اجتمع مع الشيخ أحمد راجح رحمة الله عليه، الشيخ أحمد راجح نصحه يجي على الجامع، اجى على الجامع، شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بعدين قال له شيخي أنا راح أرجع مطرح ما كنت. ليش؟ خير إن شاء الله. قال له والله الرزقة دائت علي، كانت رزقتي أحسن من هيك، وقت اللي كنت اسهر وسهرات الهوى، فلما اجيت على الجامع يعني الرزق دائت شوية، ما عاد عندي مثل الأول. فحتى ما تقول انه انا تركت، لا انا ما تركت، بس بدي اول على رزقتي. فالله الهم شيخ احمد راجح، ساله سؤال، قال له وقت كنتوا تسهروا مع بعضكم كان حساب القهوه عليك ولا عليهم؟ قال لا والله علي. قال له والعشاء؟ قال له والله علي، ما خلي واحد يدفع لي رسولي. قال له ايه هلا كم واحد من اهلي بتصلي انت وياهم عزمتهم على غدا؟ قال له والله ولا واحد. قال له كنت انت تنفق فالله عم يعطيك، فلما انت خنقت الكيس اثر عليك. نقي لك كم واحد من اللي بيصلوا معك؟
يوم على فطور، يوم على غدا، يوم على عشاء، وسهر معهم، وخلي يكون سهرتكم في سبيل الله. وجرب غاب شهرين ثلاثة، قال له والله شيخي طلعت هي أكثر من ذيك، بحبحت الرزق منيح. فقال له شيخي أنت منين جبت هالجواب؟ قال له هذا الجواب جبته من عند أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. فلما بتنفق الله بينفق عليك، والله مو عاوز من نية حدا انه انا صرفت ودفعت وحطيت وقمت، لا 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 لا، مو عاوزك تدفع، بيعطيك وبيعطيك اضعاف مضاعفة. الاعتماد على مفهوم ان الرزق مقسوم، وهذه دعاوي باطلة، وهي محض الجهل والحمق. كما أخطأ بعضهم فقال جرى القلم، جرى قلم القضاء بما يكون، فسيأتيان التحرك والسلوك، فسيان الحركة والسلوك. هذا كلام مبني على علم أو على جهل؟ هذا الكلام له قاعدة أو ما له قاعدة؟ كلام جهل. جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوة الجنين الرحمن. شو رأيكم بهالكلام؟ كثير من التنابل الكسالى الغير الناجحين بيسلكوا هذا الخط ويسيرون عليه، ولا يرون أن الله هو العاطي والآخذ. وهذا الكلام مردود على قائله، لأن الجنين لا يملك أن يسعى، فكان من سنة الله سبحانه وتعالى أن يرزقه في ظلمة الرحم. جوا ضاوي ولا عتم؟ قاعد بالظلام، وشلون أكلاتهم أمنين، وشرباتهم أمنين، وحياتهم أمنين، طعامه وشرابه لخدمته؟ في مثال أقرب من هيك؟ مين أعظم، الخروف أو الإنسان؟ شو برأيكم؟ خروف أعظم من الإنسان؟ الإنسان أعظم؟ طيب مين أعظم، البقرة ولا الإنسان؟ الإنسان أعظم. شو الدليل؟ الإنسان هو عم بيكون خادم للغنمة وخادم للبقرة، هو بيحط لهم أكلاتهم، هو بيشيل من تحتهم، هو بيأمن لهم مياتهم. في بقر بدون خادم؟ وصاحب البقر ما هو الخادم؟ يا بيخدم بنفسه أو بيدفع مصاري لحتى واحد يخدم البقرات. فمين أعز وأكرم، البقرات ولا صاحبهم؟
يلي بيشتغلوا بالغنم والبقر ما بيناموا الليل، عيون راحت ورا الغنمات ورا البقرات لحتى يرقدوا وراهم. وهذا مو جديد، من الأصل كان. على الإنسان أن يسعى، فكان من سنتي الله سبحانه وتعالى أن يرزقه في ظلمة الرحم، لكنه عندما يكبر ويشتد عوده يعمل ويسعى، وهذه سنة الله في خلقه. هناك كثير من الناس من يكد ويجتهد ويواصل عمل الليل بالنهار ولا يناله من الرزق إلا القليل. ومنهم من يبذل الجهد القليل ويأتيه الرزق الكثير، ومنهم من يأتيه الرزق بقليل من الجهد والتعب، وهذا يكون لعدة أسباب. فقد تكون الأوضاع غير متكافئة، فمنهم من يعمل في مكان مكتظ بالسكان، ومنهم من يعمل في مكان لا يقصده الناس، دكانته بدخلة مثل دكانته بالحريقة، هاد مثل هاد بيعيش، ورسمال هاد مثل رسمال هاد، بالدخلة رسماله 200,000 ليرة بيمشي الحال، أما محله بالحريقة يعني رسماله أقل ما يكون لازم يكون 20 مليون، في فرق. هذا واحد، وهناك واحد ثاني واحد سمان فاتح دكان وقاعد، بيجي ولد صغير بيقول له اعطيني 50 ورقة سكر، بيعطيه 50 ورقة سكر، بيجي ولد ثاني قاعد راضي، قل له لك أخي وسع رسمالك، لك إيش بدي أخذ أنا رزقتي ورزقت غيري، عايش مستور مكتفي. وغيره أحد التجار حكالي قال لي يا شيخي متنا ما صبي شيء، أنا شايفه طيب ما مات، احكي لي شلون متوا، دخلك بالماضي شلون كان؟ قال والله يا شيخي ما أرضى باليوم 500,000 ليرة، هي مرابح ما لها علاقة بالأساس، باليوم 500 ليرة. هلأ اللي بالشهر ما عم نطالع 50,000 ليرة، لك طيب انت 50,000 ليرة بالشهر، اخي ما عم يطالع 20,000 بالشهر، وين متوا؟ حسب ما كان وصل اليه ما ماتوا، لكن ما عاد يعرف يقنع بالقليل، صار بده نهر دائما ماشي على باب بيته بيعبي على كيفه. إيه شوية أصروا الميات عليكم. كل الناس عم يشكوا المي بكل البلد،
أنا أقول إنه المي ما أصلت ولا تزال المي موجودة. والله ما عمل أي مي يتوضأ. أنا بدي أرجع لورا شوية من حال الناس ما بيلاقوا مي يتوضوا. أول واحدة، مين اللي عنده قناعة بدنا لعن شيخنا عم يتوضأ عن مغسلي؟ الحنفية مفتوحة مثل الخيط، عم يتوضأ قاعد بمزرعتك وأبارك على حسابك، قد ما أخذت مي ما في مين يسألك. ابتحى شوية. قال لا يا ابني، بناخد أكثر من كفايتنا، وإذا أخذنا أكثر من كفايتنا منكون وقعنا بالإسراف. نفتح الحنفية على المجلى عشان نغسل كاسات الشاي، نغسل الكاسة منروح نحطها محلها ومنرجع والحنفية مفتوحة. عم يصير معكم هيك شيء؟ والله شيخي أكترنا هيك عم يساوي. طيب هذا مو إسراف؟ هذا ما حرام؟ فالله لما بعث لكم العصا، يا ترى عرفتوا تديروا بالكم على حالكم؟ هي اول وحده. ثاني وحده، يا ربي الامام عم بيقول لا تقطع عنا المي بذنوبنا انا تبنا اليك. مين هاللي سمعتوه من البشر قال والله هذا بسبب ذنوبنا لنعلن توبة بيننا وبين الله ونرجع إلى الله؟ مين سمعتوا عملها؟ شكونا سمعتوا حدا سواها؟ ما حدا رفع أصبعته انت ما حدا سواها؟ طيب إذا وصلنا لها المنطقة قصت علينا المي، ما في مي واحد يتوضى ولا يشرب ولا يطبخ، في عندكم باب أقرب من باب الله تطرقوه؟ يا أخي ما بيصير. الحق الدولة، الدولة وقعت في إحراج، والدولة ما هي كل شيء. الدولة جزء، الكل هو الله سبحانه وتعالى. في حدا منكم رجع إلى الله وقال يا رب أنت اللي بتبعث المي وأنت اللي بتاخدها، فيا رب دخيلك؟ قل أرأيتم إن كان ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ شو الجواب؟ الله رب العالمين. هذا جواب بالحكي، لكن في التطبيق العملي من الذي لجأ إلى الله في مثل هذه الحالات؟ نحن الآن في حالة حرب، عليه الصلاة والسلام في حال الحرب ما سمح أن تترك صلاة الجماعة، في حال الحرب ما سمح أن تترك صلاة الجماعة.
بهالحارة هي يلي ما بيصلوا جماعة يرفعون أصابعهم. يعني خايفين نفضحنا قدام الناس والعالم، نخشى الناس ولا نخشى رب الناس. بالحارة اللي بيصلوا جماعة الصلوات الخمس يرفعوا أصابعهم. وعليه تنتين ثلاثة ودول جماعة مو بالجامع، جماعة بالبيت تجمع بناتها بنات الجيران تصلي هي وياهن. هي جماعة أنا رضيان جماعة، بس مو عيب وعار على أكثر من عشرة يطلع واحدة أو تنتين بيصلوا جماعة. القرآن فرض علينا الجماعة في حال الحرب، فكيف نصلي فرادى؟ بهالحارة اللي بيصلوا الصبح حاضر مع الجماعة يرفعون أصابعهم. إذا قلت لكم شيء بيسود الوش، أقول بيني وبين حالي يا ريت ما سألت السؤال، لأنه شيء بيبيض الوش. بيبيض ولا بيسود؟ وأنتوا تعتبروا في الطليعة الكون مجلس علم يوم بالأسبوع، أما بقية الشعب ما لهم يوم بالأسبوع، محرومين الفضل الإلهي، فضل العلم وفضل مجالس العلم. إمتى الناس بدها ترجع إلى الله؟ في امرأة في عهد رسول الله كانت ما تصلي مع الجماعة الأوقات الخمسة، نسوان جايين على صلاة الفجر، سيدنا عمر قال ما بيصير، مرة تطلع من بيتها تجي على الجامع عشان تصلي الصبح، مرة تصلي ببيتها. سيدنا عمر ماري عليه في الجهل، أعراض المرأة وطلعتها بالليل، ما هان عليه المرأة تطلع بالليل. بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، تركوهم خلوا يصلوا بالجامع. وفي حرية اليوم بإمكان المرأة تصلي بالجامع مع الجماعة، ولو بيتها بلزء الجامعة بتصلي بالبيت، لما تروح وتجي هي أهون. حتى الشباب والرجال عم يصلوا بالبيت ما عم يصلوا بالجامع،
سألت واحد قديش ببعد الجامع عنك؟ قال لي أنا قاعد ببيتي بتناوى من الشباك بشوف الجامع. قلت له وين مصلي؟ قال لي والله بالبيت. طيب اللي بيوتهم بعيدة عم بيجوا على الجامع وانت بجنب الجامع ما عم تجي؟ قال لي انا بخاف على الطريق، الحيط بالحيط، بخاف فوت على الجامع يقوموا ياخذونا من الجامع. قلت له معك حق، لأن الشيطان تبعك هيك قال لك حتى يمنعك عن بيت الله. جربني وروح على الجامع، وإذا صار لك شيء بتموت أنا بتبع ديتك. بعد شهرين ثلاثة قال لي والله أنا صرت صلي بالجامع الأوقات الخمسة. تشجعت صرت صلي بالجامع ما عاد خفت. صار لك شيء؟ قال لي لا والله أبدا. وفي منكم أنتو صلوات الخمس ما عم بتديها ولا بديتها باسم مشغولة، بدها تلحق تمسح وتنظف. بدي احكي لكم شغلة صارت معي. فاكك قطعة إلكترونية بدي صلحها، براغي ناعمة منحوشة، قلت أنا رح أتأخر عن صلاة الجماعة بس مشان هالقطعة ما يضيع منها شيء، لأنه إذا ضاع ما في منه. ما صليت مع جماعة. بعد ما خلصت وطبقتها لقيت في براغي أربع خمس براغي، وين محلات وأنا دول نسيت، رجعت بكيت ورجعت طبقت ورجعت لقيت حالي غلطان. أدنا العصر وما صليت الظهر. أنا معي صليت. فحكيته لمين؟ لشيخ رمضان. قلت له ما شاء الله حولك الشيطان ركبك وعرف يصل إلى ما يريد. هيروح عليك صلاة الظهر وهي العصر أدن، وإذا وقفت بكرة بين يديه ماذا تفعل؟ تركتها مبكوكة ورحت صليت الظهر صليت العصر وأعلنت التوبة وكررت الصلاة عشر مرات لتكن كفارة عن جماعة. ومن يومها لو بإيدي الذهب صارت الصلاة بترك كل شيء وبمشي. شفت حالي والله مرتاح أكثر، وأي عمل بده يشغلك عن الصلاة فاعلم أن إبليس ركب على كتافك وهو عم يوجهك، مسك الدركسيون تبعك وعم يسيرك. فهل منكم ترغب يكون ابليس قائدها؟ معلش تاخروا الصلاه عن وقتها. بس لا تستوي الطبخه. شع الطبخه والله بدها عشر دقائق
صلاة أربع ركعات استغروا ثلاث دقائق خمس دقائق برجع عليها. لا 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 لا، خليك قدام الطنجرة بس لحتى تخلص. خلاص الشباك هاد، خليني يصلي برجع بشغل. لا لا لا، كملوا أول بعدين تصلي يا أخي. الصلاة وقتها واسع، حدا ممكن عم بصير معه هيك شيء، بس خلص بعدين تصلي. قال: وهكذا هناك كثير من الناس من يكد ويجتهد ويواصل الليل بالنهار ولا يناله من الرزق إلا القليل. هناك في شيء آخر بيلعب دور، بدي أنا اثبت لحالي اني انا اشطر من غيري، وانا بخلص الشغله اوام وغيري بتطول بين ايدي. اذا النيه اني انا شوفوني مين انا ما بتتوفق بالعمل، وعم بتكون على حساب مين؟ على حساب الصلاه. مهما كانت العمل بايدي بروح بلبي الصلاة، شلون بعدين بيصير؟ ما بعرف. فبيجي الإلهام النير، تضع الأمور في أماكنها وبترتاح، بنتي عملك بين إيديك عوام. حاطت كتاب بدي خلصه، لما بصلي مع الجماعة وبرجع على الكتاب بتوفق بالقراءة، بصير أنا عم بقرأ بفهم. وإذا كان أنا أخرت الجماعة بصير بقرأ ما بفهم. لا تصدقوني، جربوا الكلام اللي أنا عم بحكي لكم إياه، جربوه شوفوا يا ترى بتنجحوا أو ما بتنجحوا. جربوا، قدموا الصلاة على كل عمل وشوفوا النجاح الإلهي اللي الله بيعطيكم إياه من حيث تشعرون ومن حيث لا تشعرون. أو تكون هناك أقدار لا يعرف الإنسان سرها، يسميها بعض الناس الحظ أو البخت، أو يسمونها الإيمان أو حكم القدر. أنا مستسلم للقدر، وقدري أنا يكون الرزق كفاف، يعني بتعيش أنت بكفايتك. أنا راضي بالكفاف. لا، ليش جاري بيحكي بالملايين وأنا كفاف؟ لا، بدي صير أنا مثل حكايته. إذا أنت ما حبا في الله، حبا بالتنافس والأنا، لذلك لا توفق. أما إن كان القصد الله ومحبة الله ورضاء الله، لا يمكن لك الفشل في الحياة ولا بعد الممات. بس يكون القصد إلهي، أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. فقد نجد تاجرين أو أخين متجاورين يبيعان بضاعة واحدة
وبأسعار واحدة، وأحدهما لا يكاد يدخل عليه أحد، والآخر على باب محله زحام دائم. ونجد من الناس عاملا متقنا وصانعا متقنا، ولكن رزقه مقدر، فعلى الإنسان يسعى والله يرزق من فضله. وهنا ينفع الإيمان بما قدر الله له، والرضا بما قسم الله له، وفيه راحة وسكينة للنفس، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذا غنى النفس الذي جاء في الحديث الشريف: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. أحيانا أنا شايف بعيني، بملك الملايين، بيتمنى مين يعزمه على غدا، وأحيانا بتلاقي واحد درويش بيتمنى مين يعزم إنسان آخر على الغدا، ما فرحان بحاله، فرحان بخدمة الآخرين. أيهما عند الله أفضل، الذي يبحث في خدمة الآخرين أو الذي يبحث في خدمة ذاته؟ الله بيقدم الذي يبحث في خدمة الآخرين، والذي يبحث في خدمة ذاته يبقى محدود. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وقال بعض العارفين: من استغنى بالله سبحانه وتعالى افتقر إليه الناس. من استغنى بالله تعالى افتقر إليه الناس. بعرف شخص درويش على البركة، ربي يسير، كبار الشخصيات بتجي لعنده. ربما أنتم سمعانين بالماضي عن واحد كان اسمه الشيخ أحمد الحارون، ما كان عالما، كان ذاكرا، من حيث العلم ما في شيء، شغلته نحات، لكن بكثرة ذكر الله الله أكرمه بالفتح. كبار الشخصيات في ذلك الزمن إذا ضاعوا بلتقوا عنده: شو بدك؟ هنا ما بجي. عايش ومستور وعم باكل وبشرب وبنام، ما ناقصني شيء. شو بدك لنعطيك؟ ما بدي شيء. فلما استغنى عن الناس جعل الناس الغنى عنده، وجعل كبار الأغنياء يفتقرون إليه. بس شيخ ادعي لي، ممكن ما كلكم بتعرفوا مين كان شيخ أحمد الحارون. كان رجال درويش، ما درس علم مطلقا، بس تفرغ لذكر الله، وهذه آثار ذكر الله جعل كبار الشخصيات يجول عنده.
ما بيروح لعند حدا. شو السبب؟ أنا حابب أعرف شو السبب. بركي إذا عرفت السبب بسلك هذا الطريق بصير أنا مقصود كمان. السبب تخلى عن الوضيع والتزم مع الغني الكبير. أهمل الضعفاء والتزم القوي. وهل هنالك قوي يعادل قوى الله عز وجل؟ فلما استمد القوى من القوي فصار قويا، فكل الضعفاء يقصدونه. هي لحالة قديش تسوى؟ كثير ما يمر على الإنسان، بيجيك واحد بيقول لك عندي كذا مليون وكذا مليون وكذا مليون وكذا مليون، ايه خير ان شاء الله، بعدين شو لازمك جيب لك؟ الحمد لله ما لازمني شيء. الغنى عن الناس والحاجة إلى رب الناس، هي أغنى وأقنى. أو نمد إيدينا للناس، وبقدر ما الإنسان يعتمد على رب الناس بقدر ما يجهل الناس، بقدر ما يبتعد عن الناس، بقدر ما ينظر إلى فقر الناس. الغنى منه وإليه. لذلك قال كن غني القلب واقنع بالقليل، مت ولا تطلب معاشا من لئيم. فاللي بيكون عنده الثقة بالله عز وجل فالله بيجعله من الأغنياء الكبار، بيخلي كبار الشخصيات يكونوا بحاجة إليه. الله لا يحرمكم الفضل الإلهي والعطاء الرباني. ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. ما في حدا منكم إلا يشكو، يشكو المرض، يشكو المي، يشكو الفقر. أما أنا ما شفت جردون بحياتي شكى الفقر. شلون الله ما من له أكلاته؟ ما شفت أفعى هل الناس بتصيدوها ولا يقتلوها إلا رزقهم أمان؟ إلا الإنسان يشكو وينأ. داخلكم راحت وإجت، لما صار هجمة الدولار الناس ما عرفوا يناموا. يا أخي الدولار طلع، يا أخي الدولار طلع، أكان بخمسين ورقة، خمسين كان صار بخمسمية. أوه بصير هيك؟ إيه صار. وليش قاتلين حالكم؟ لكن الدرويش ما لفها معهم، طلعت ونزلت. يعني أنا معي 10,000 ليرة، بتم اسمهم 10,000 ليرة إذا صار الدولار بمليون وإذا صار بخمس ورقات.
هذا ايش عم نعاتل حالنا؟ البعض الليل ما بيجيه النوم يا اخي تقول هبطة اللي هبطها، شو هالطلعة اللي طلعها، شو لك علاقة انت؟ انت قاعد ببلد عربي مصروفك بالليرة السوري، شو بدك بالدولار طلع ولا نزل؟ اللي انا عم بحكيه كتار من الناس وقعوا فيه او قلائل، والله يمكن 90%. قال بعض العارفين: من استغنى عن الناس وقروه الناس وعظموه، ومن استغنى بالله تعالى افتقر إليه الناس، وأعظم الناس عزا غني حفظ حرمة الفقراء. مين الغني اللي هو أغنى المخلوقات؟ مين؟ سيدنا سليمان بن داود عليه السلام. شكا إلى الله عز وجل، قال: يا ربي والله الدنيا هجمت علي كتير، ما ريأدى، فيا ربي دخيلك خفف عني الدنيا شوية. مين؟ سيدنا سليمان بن داود عليه السلام. اجى الامر الالهي قال له: كل خبز صاج مأمر انت وولادك. فاذا خبز صاج رقيق ومأمر شو بيصير؟ بهرهر. فعمل حوض كسر الخبز وصار الولد بيحط الحوض برقبته وبياكل الخبز بالكمشي، وهذا الحوض برقبته مشان ما يهرهر على الارض. ثارت النعم، ثارت وازدادت. قال: يا رب أمرتني فامتثلت، ووعدتني وبس، ما قال له ما نفذت. فأوحى الله إليه: أمرتك لتضيع نعمي فأسلبك ما أعطيت. فطالما أنت حافظت على نعمي كيف لي أن أسلبك ما أعطيت؟ فترى مين منكم بالبيت ما بيروح معظم الأكل بالمجلى، واللي بيزيد بالصحون من أحطم كبه مع زبالة؟ أليست هذه نعم؟ أنا مر علي زمن كنت أطلع أنا ومرتي بالليل، كانوا الناس يحطوا زبالة بالأرض، ما كان في حاوية، بحبش بالزبالة من عند شيخ محدي لآخر حتكرت، كل ما نلاقيكم زبالة نبحشش، شو نلاقي أكل نجيبه على البيت نصلحه وناكله. شوية مجدرة خامين طالع ريحتهم، لإيش هدول بينفعوا؟ حطوهم يا طنجرة لكم، حطوا بهم منهم، قدم منهم مي، حط مي نغليهم غلوتين، نصفي الميات نرجع ناكل المجدرات ما عاد فيهم شيء، نغسل وغسيل. وقس على ذلك
زيتون، يا معطر ميزات زيتون نجيبها من الزبالة نصلحها وناكلها، جبنة مهلينة صايرة مثل الشوربة صلحها وناكلها. قديش عم تضيعوا من نعم الله حتى الله يسلبكم ما أنعم وحتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه. فإذا ما بترجعوا إلى الله كونوا على يقين، راح تشوفوا أكبر من هيك وأشد من هيك. الشيخي أنت بدك تعلمنا الرحمة لما تعلمنا العصا، قانون الله لما بتضيعوا نعم الله بيضيعكم، ولما بتحافظوا على نعم الله حنفية واحد يغسل إيديه بفتحها بقدر. أنا عم بتوضى فتحت الحنفية أخذت مي كان غسل وشي، سكرت الحنفية بالإيد الثانية فتحت الحنفية أخذت مي مسحت رأسي الحنفية مسكرة، بدي امسح أدني باخذ شوية مي برجع بسكر الحنفية. مين منكم هيك بيساوي؟ وإذا فتحت الحنفية مثل الخيط، فتحت الباب لقيت مرتي عم تتوضى، شيء انه فاتحه الحنفيه مثل الخيط، ما حكيت شيء بس شفت بعيني. ليش هيك عم تساوي؟ هذول بكفوني انا، ليش اخذ اكثر من حاجتي؟ ليش ضيع النعم؟ نبقى فاتحين الحنفية على ملاتة ودايرين الصحن لجوا عشان يطرش لجوا ما يطرش لبرا. ليش ما ننوص الحنفية وناخذ بالقدر الذي يمكن؟ منفوت على المطبخ ناخذ غرضنا ومنطلع بالليل، منروح على الأوضة حطينا القهوات نعم نشرب القهوة ونضل شاعل. لمين شاعل؟ راح يجيكم يوم تصبوا بلا كهرباء. إذا ما بترجعوا إلى الله بالتقدير، ما بناخذ الضوء إلا ضمن الحاجة. كثير أنا بسمع بيطلع من الأوضة وتاركين الضوء شاعل، لمين؟ إيه بدنا نرجع، وقت بترجعوا بتشعلوه. ليش خلوا شاعر؟ فالإسراف في النعم من دواعي فقدان النعم، والاقتصاد في النعم من دواعي الحفاظ على النعم. وهي إمامكم سيدنا سليمان ابن داود عليه السلام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي، وكلام نبي فوزي ورشادي.